في ميدان تحرير حيث يلقي الأستاذ علي تارهوني كلمة فإلى هناك. وعندما وقفنا وتحدثنا أننا نرحب بالدعم السياسي المنقطع النظير من مؤتمر إلى آخر. شوفوا هذه الثورة المجيدة، هذه الدماء الطاهرة التي ما زالت تسير، كيف أنها هي امتلكت العالم عمليا. العالم واقف مع هذه الثورة المجيدة، لكن هذا الكسب السياسي لم يتحول إلى دعم مادي. ومن مؤتمر إلى ثاني هناك التصريحات، واللي قاعدة تلخبط فيكم أنتم، تسمعوا فيها الصحافة، تسمعوا فيها الوزراء، وكل منهم يخطب 500 مليون هنا، 600 مليون هنا، مليار هنا، ونقول أنا مساكين خوتي هليبيين. والله لم يصلنا إلا ساعة فاتت نتيجة لحديث أمس، أول وصل أول 100 مليون دولار الساعة الماضية، ووصلت بدون ابتزاز، وستصل مبالغ أخرى قادمة قريبة إن شاء الله. ما في شك. فشوفوا فشوفوا انتوا شوفوا خلال هالخمس شهور بالصبر وبالتعاضد لهالوجوه الطيبة اللي أمامي، شوفوا بهالإمكانيات الضعيفة واللي ما فرطناش في شيء، أهي الضي موجود، أهي المياه موجودة، أهو الغذاء موجود، أهو هالسلف سموهاش مرتبات نحاولوا بقدر الإمكان أن ندفعوها، أهو قاعدين نساعدوا إلى هذه الساعات الماضية قدر الإمكان أخوتنا في هالمناطق الثائرة والمحاصرة، سواء في الجبل أو الزنتان، وصلوا لهم قدر الإمكان في بنزينة وفي بعض الموارد المادية. فاللي بنقولها الكم ذكروا تنسوش، لأن بعضنا قاعد ينسى. احنا في حالة حرب، وصحيح أنا أعرف، أنا على دراية أن هناك فيه ضعف في هالموارد المادية عندكم، وفيه ناس كبرياءها عالية أغلبكم، وعارف التعب اللي العائلة الليبية موجودة فيه، وعارف أيضا هذا كلام فأنا إخوتي وأخواتي على دراية ودراية كاملة بالتعب اللي جزء كبير من العائلات الليبية واقعة فيه، لكن نبيكم ما تنسوش على الإطلاق أن صحيح هناك مشقة، لكن المشقة يا أخوتي هي في مدننا الحبيبة اللي قاعدة تذبح في هذه اللحظة. هذه هي الأولوية، وبالتالي صبركم هو لدعم هذه الأخوة والأخوات اللي قاعدين يقاتلوا في الجبل وفي الزنتان
وفي الزاوية وفي زوارة وفي مصراتة. هذه هي الأولوية الحقيقية. وانتحملوا احنا. تحملوا. طالما نقدر نساعدوا اخوتنا ونسرعوا بالقضاء على هذا النظام القاتل الفاسد سارق المال العام. الله أكبر. فريتو أشوفوا أسمعوني يعني الحديث على أن والله لو تقول لهم الحقيقة تزعلهم. لا لا بالعكس، انتوا كل اللي تبوه تعرفوا شن صاير، هذا كل اللي تبوه ومستعدين. ابنائكم دفعوا الغالي شهداء، هذين هم اللي عادت كرامة ليبيا بدمائهم. فانتوا عارفين شن صاير، عارفين الحقيقة، لكن تبوا المعلومات، تبوا تكونوا على دراية. وهذا ريتو هذا وعدي لكم باستمرار ان نقول لكم بالضبط اللي صاير. التقرير المالي اللي قدم للمجلس الوطني نشر بكامله، مع ان الحديث لا والله هذا ممكن يستخدم النظام. النظام استخدم هذا الشعب الطيب على امتداد 42 سنة. فالحقيقة لا تخيف، الحقيقة لا تخيف. فبالتالي مرة أخرى، حياتكم ما فيه إلا الخير، حياتكم ما فيه إلا الخير. شوفوه وين موجود الآن، شوفوه كيف محاصر، شوفوه ما عنده وين يمشي. هذه الوجوه الطيبة، ليبيا حتلتحم قريبا، وستكون ليبيا موحدة وعاصمتها طرابلس قريبا. موضوع الثانية اللي بحكيكم عليه الليلة، زي ما قلت أنا، اللي قام ودفع الثمن وما زال يدفع هم الشباب. و42 سنة فترة طويلة، وأنا عارف نسمع فيكم في إن والله شن صاير، في وجوه طيبة كثيرة متقدمة، ولكن أيضا في وجوه متقدمة. منين جت هذه الوجوه؟ ليش بعض هذه الأسماء اللي تطفح وموجودة لها علاقة مباشرة بسيف الإسلام، أو كان لها علاقة مباشرة بسيف الإسلام؟ هل ليبيا أصبحت عاقر؟ أنا سمعكم نسمع فيكم، بس اللي بنقولها الكم التالي: ليبيا ما هيش عاقر، واللي صاير هذا مرحلة انتقالية. اللي صاير هذا مرحلة انتقالية، وأن فيه من يتابع ومن يحاسب، أنتو وإحنا، فنحن على دراية بمن هو صاير. وما تخافوش، والله ما تخاف، والله هذه الثورة ما يسرقها حد، والله هذه الثورة لا يسرقها القذافي، ولا يسرقها أبناءه، ولا يسرقها اللي كانوا يتعاملوا مع القذافي ومع أبناءه. فما تخافوش. منصورين. الله أكبر. الله
الله يا 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 الله. فليبيا مرة أخرى ما هيش عاقر، أو طلعت ليبيا يوم 15 و16 و17 وما زالت طالعة بأبنائها، فما تخافوش. جزء من اللي في بالكم أيضا، وأنا نسمع فيكم، الفساد، الفساد المالي، وتحقوا فيه قدامكم. الناس اللي قاعدين يهربوا في هذه السلع اللي بعض العائلات مش قادرة ما تاكل، سواء في المناطق المحررة أو في الجبل. الناس اللي هربوا في السلاح اللي محتاجين لأخوتنا اللي قاعدين يحاربوا. أننا لم نعد نحسب الاستمرار حقه فيه طغية هوايته في القتل، هذين في عيني أنا. لم نعد نحسب لا فرق بينهم وبين جلود القتل. تضامننا واستعدادنا الكامل للتصدي لعناصر الكتائب الطاغية اللي يسرق ومواجهتها بما نملك، اللي يسرق في الغذاء ويعاود يبيع. عاشت سوى 17 فبراير وعاشت في الفرق بينها وبين اللي قاعد يقتل في خوتنا في مصراته، اللي قاعد ياخذ في رشوة واللي قاعد يسرق. شو الفرق بينه وبين اللي قاعد يقتل فينا في نالوت وفي الزنتان؟ والله 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 ما بينهم فرق. فالفساد مستشري. فاحنا لما جينا قلنا يا سيدي شنو الهدف؟ تذكروا شنو الهدف؟ تحرير بقية البلاد ولا؟ وما زال. فبالتالي مش هذا وقت التغيير، حقه في عواج وجد عندما تتحرر البلاد، لأن هذه المعركة الأساسية. بعدين بالقانون فهمت؟ بالقانون سيحاسب من قتل ومن سرق. والله ما عندهم وين يمشوا. فبالتالي بعض هذه التجاوزات اللي موجودة عارفكم متضايقين منها، لكن على الأقل الأشياء اللي على عهدة هذا المكتب قدر الإمكان، على الأقل في المصالح مثل الجمارك مثل المصارف، نوعدكم لأنها أصبحت عقبة في الطريق أن هي حتنظف. نوعدكم أن هي حتنظف وقريبا، لأنها أصبح الآن نظافتها هي جزء من الإسراع في تحرير بقية البلاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. تأكيد. فلبيكم تطمئنوا، ما تخافوش من شيء. وشعار نعم لوحدة البلاد لا للفساد، نعم لوحدة البلاد لا للفساد. وانكم انتوا تصبروا، مش فقط تصبروا، انا نبي التجار، اتوجه الى التجار المهم الآن يودعوا الفائض لديهم في المصارف. هذه خدمة وطنية، وهو قطاع وطني، قطاع التجار قطاع وطني. أنا أملي أنهم يتجاوبوا. أتوجه إليكم اللي عنده أي فائض أنه يودع في المصارف، وهذه الإيداعات مهمة جدا لنا في هذا الوقت، مضمونة من البنك المركزي ومن الخزانة. أنا نبيكم جمعوا قدر الإمكان وتحافظوا على مدينتكم. ليش ما ننظفوا مدينتنا؟ هذا أقل الإيمان، أقل ما نقدر نديروه بأن نساعدوا في هالمعركة اللي احنا قايمين بها. ليش ما هذا عمل بسيط؟ ليش يا جماعة ما ننظفوش مدينتنا؟ فهذا اللي نقصد. أنا مش فقط الصبر،
أنا فرحان بهذه الجمعيات الأهلية وبهذه النشاطات وبهذه المبادرات الجميلة اللي نشوف فيها. فزيدوا منها، زيدوا منها، وتأكدوا أن النصر قريب، تأكدوا أن النصر قريب. والله ما حتشوفوا إلا الخير وقريبا، والله وحياتكم انتم حنبنوها ليبيا، وزي ما ديما نقول فيها حنخلوها جنة لأبنائنا ولأحفادنا وأحفاد أحفادنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. خليني ننهي بي قول لكم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. سننتصر، سننتصر ولن نموت، سننتصر ولن نموت. السلام عليكم ورحمة الله.